شخصيته رافقت أجيالا من السوريين بقصصها، رسوماته تربى عليها أطفال سوريا والوطن العربي، ليشكل بألوانه وأفكاره ذاكرة طفولية ناصعة. ويوجد شخصيات اشترك برفقتها أجيال عبر الزمن. الفنان التشكيلي ممتاز البحر غادر عالمنا بعد عزلة اختيارية في دار السعادة للمسنين عن عمر ناهزت 79 عاماً بعد نصف قرن من مسيرة فنية غنية. ممتاز البحر من مواليد 5 أيلول من عام 1938، درس في مصر ثم أكمل دراسته في كلية الفنون الجميلة في سوريا. هو الصديق غير المعلن لكل طفل سوري ولأطفال عرب أيضا. كان له بصمته المميزة في أدب الأطفال وبشكل خاص بالكتب المدرسية لتلاميذ سوريا طوال المرحلة الابتدائية عبر شخصيتي باسم ورباب على نحو خاص بخطوطه الواضحة وألوانه المبهجة. البحر من المؤسسين لمجلة أسامة التي تربى عليها الكبير والصغير، عدا مساهمته الهامة في المسلسلات المصورة أشهرها الكوميكس الذي اشتهر عربيا. عمل البحر مدرسا للفنون الجميلة لمدة 23 عاما، عمل رساما للكاريكاتير في الصحف اليومية والمجلات، كما عمل البحر بالصحافة كرسام كاريكاتير ورسوم المجلات، من أهمها نذكر جريدة الثورة، جريدة تشرين، جريدة الصرخة السورية، جريدة الرأي العام، جريدة صدى الشام، ومجلة الجندي، وصحيفة الطليعي. ممتاز البحر غادر عالمنا جسدا في 16 من كانون الثاني لعام 2017 بدمشق، إلا أن ذكراه حاضرة بإبداعاته التي شكلت ذاكرة وتاريخا حفر بمخيلة أجيال عديدة عبر التاريخ.